استاذ فتحي سند، انت عارف ان احنا عندنا في شهر 6 ماتشين، هما الفيصل في صعودنا باذن الله لنهائيات كاس العالم، ماتش مع بوركينا فاسو هيكون في مصر، وماتش مع غينيا بيساو بره، والحمد لله ان هما ما بيلعبوش في غينيا بيساو. فالمباراتين دول الناس اقول لك احنا ما عندناش ارتباطات الفتره القادمه، لا انت في شهر فبراير، يعني قدامك 5 شهور في منتهى الحسم لصعودك لكاس العالم. عشان كده بقول لحضرتك انه سيبك بقى في انتخابات ما فيش انتخابات، الاتحاد ماشي، الاتحاد قاعد، الاتحاد نايم، ده ما يهمنيش. تمام. اللي يهمني ان احنا بس نفكر في بكره اللي تحت رجلينا. تمام. اللي هو كاس العالم، اللي هم الماتشين دول نعمل ايه؟ هو بصفتي انا مقدم البرنامج، يلا هي فيتوريا قاعد ولا ماشي؟ تسالني انا؟ طب معلش، ما انا بقول لك انا مره بس اسال سؤال. والله العظيم لو سالت السؤال ده لاي حد في الدنيا ولا هيعرف يجاوب. يعني لو انا لو سالت جمال علام رئيس حد دلوقتي في فيتوريا قاعد ولا ماشي مش عارف يجاوب. كابتن شوبير الراجل ده بياكل، المؤشرات كده بتقول ان هم هيعرضوا عليه نص الشرط الجزائي واتكل على الله. طب انا هفترض معك، خليني امشي معك. بس هو رفض، هو عرضوا عليه ورفض. لسه يعني تفاوض باخد وقت. هفترض معك، تعال نسبع شويه. قالت الزمن، نشغل قالت الزمن انا وانت. عملنا قالت الزمن وفيتوريا مشي. تمام. وعندك كاس العالم، هتعمل ايه؟ هتجيب مين؟ اقول لك على حاجه؟ قول. بيني وبينك يعني؟ ما حدش فيها سامعنا خالص. بمنتهى الامانه يعني؟ ايوه. لا استطيع ان ارشح مدرب وطني يقود منتخب، دي المعادله المعضله بالنسبه لي. حضرتك لا عرفت تجيب اتحاد كوره ولا عرفت تجيب مدرب. انا جبت اتحاد الكوره بيه. انت قلت عارف حلها ازاي؟ ما انا هقول لسيادتك اهو، ما انا بس انا عايز اقول لك يعني ايه. اتفضل. مشي. مشي. الفترة الجاية دي عايزة، وجهة نظري الشخصية يعني، عايزة واحد عنده حكمة، واحد عنده خبرة. أنا هجيب الجراند فازر حسن شحاتة. ماشي. أنا فتحت بقي. أنا ده أنا تحت تقول لي كلام. ما هقدرش أجيب حسن شحاتة. ما هقدرش أجيبه، وهقول له تعالى يا أبو علي أنت هتقعد عندنا ماتشين مهمين أهم، في الراجل ده لو مشي وانت شوف حد يساعدك بحيث تكونوا متفاهمين مع بعض وتعملين جهاز. وتفضل هتمشي كويس جدا جدا ومهمتك يا حسن لغايه ما نعدي المرحله دي واتحاد الكره وجهه نظر.